بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع منتخب مصر اللي حقق الفوز امام نظيره زامبي بنتيجه 1-0 عن طريق حمدي فتحي في اللقاء اللي جمع المنتخبين على استاد هزاع بن زايد في مدينه العين الاماراتيه، وده في اطار استعدادات الفراعنه للمشاركه في بطوله كاس امم افريقيا 2023 والتصفيات المؤهله لكاس العالم 2026. قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 أوقعت منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية مع منتخب غانا والرأس الأخضر والموزمبيق في البطولة اللي هتقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير ولحد 11 فبراير 2024. عمر سيد معوض لاعب فريق الأهلي مواليد 2006 وقع على عقد احتراف مع النادي لمدة 4 سنين، وده جه خلال الجلسة اللي جمعته امبارح مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين ومحمد شوقي نائب المدير الفني للقطاع. فريق كرة سلة الأهلي خسر أمام نادي الكويت الكويتي بنتيجة 87 مقابل 85 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة العربية واللي بتقام في قطر، وفاز فريق الكويت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بينما حل الأهلي رابعاً. الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم ترابزون سبور التركي أعلن دعمه للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة واللي راح ضحيته المئات من الأبرياء. والدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي فاز بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي خلال شهر سبتمبر الماضي من المسابقة المحلية. كمان نادي ليفربول الإنجليزي احتفل بذكرى الهاتريك التاريخي اللي سجله النجم المصري محمد صلاح في شباك فريق رينجرز الاسكتلندي في اللقاء اللي حسمه ليفر بنتيجة 7-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في البطولة القارية للموسم الحالي 2022-2023.